إذا بنقرأ سفر الرؤيا فصل 12 بنشوف إنه ابن العذراء اللي هو المسيح الطفل الذكر هو من سيحارب التنين وينتصر على التنين. فإذا وعد الله بالخلاص تحقق بشخص يسوع المسيح، ولكن من خلال تجاوب الإنسان مع نعمة الإيمان. وبالتالي الله لا يمكن أن يفرض علينا الإيمان، مع أنه يستطيع أن يفرض علينا الإيمان، ولكن الله خلقنا أحرار. الخطيئة ليس في التمرد على الله فقط ولا عصيان أوامر الله فقط، الخطيئة هي أكبر شاهد على استعمالنا الخاطئ للحرية.